أعزائنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع تجربة جديدة، سيارة جديدة. السيارة اللي معنا اليوم هي المرسيدس بنز جي ال سي. طبعا هاي السيارة هي تعتبر السيارة البديلة لدى مرسيدس بنز، اللي هي كانت قبل هيك تعتبر أو تسمى بالجي ال كي. كلمة جي ال سي من وين جاية؟ جي ال سي، الجي هي الدي ان اي تبع مرسيدس بنز لما نحكي نحن 4x4 اللي هي جي كلاس. ال يعني اللكجري واللي هي بتتمتع فيها السيارة، والسي اللي هي تعتبر الكومباكت سايز او الكومباكت كاتيجوري اللي هي كمان تعتمدها مرسيدس بنز على سيارتها الكومباكت سيدان اللي هي سي كلاس. فاذا بالنهايه صار عندنا مصطلح او كاتيجوري اللي هي جي ال سي، واللي هي تعتبر الكومباكت كروس اوفر لكجري اس يو في. هاي هي جي ال سي 200 اللي اليوم معنا. خليكم معنا لحتى نحكيكم اكثر عن تفاصيل هاي السياره. نبتدي بالواجهه الاماميه، بنشوف معنا لمبات الجديده اللي هي بتعتمدها مرسيدس بنز اللي هن بيرفورمانس ال اي دي بيمز، لان كذا عدسه موجوده بالهيد لايت. في عندنا الداي رانينج لايت، وهو نفسه هذا اللي بيكون عندنا للاشاره الجانبيه اليمين او اليسار. الى الوسط بنلاقي في عندنا الجريل الجديد مع فتحات تهوئه ومغطى باللون الالمنيوم المات، وبيتوسطوا طبعا لوجو المرسيدس بنز الكبير بشكل ضخم ليعطيها طابع اعتزازي للسياره لدى هاي البراند. من الاسفل بنلاقي في عندنا كمان جريل ثاني مكون من الكروم ومن شبك كمان لحتى يفوت تهوية أفضل، مع الحساسات الموجودة على البامبر لحتى يسهل عملية الـ 360 باركينج، وهلأ رح نحكي عنه ونفرجيكم عليه لما ننتقل للديش. بشكل عام بنشوف الديزاين الأمامي للجي ال سي 200، بنشوف الإضاءة كيف عامل كومبينيشن مع الجريل، مع البونيت الأمامي، مع الجريل التحتي الكروم اللي حكينا عنه، والفتحات الجانبية اللي موجودة عند البامبر. بنشوف انه في ديزاين جدا حلو شبابي عصري، وبالوقت ذاته كومباكت ليعطي طابع رياضي وقيادي اسلس كمان، حيث انه في ايروداينامكس كثير عالي بمقدمة السيارة. ننتقل للجنب، بنشوف معنا الرنجات الموجودة على الجي ال سي 200، هن قياس 18 انش. طبعا في قياس اكبر على فئات اللي اكبر، وعندنا البلاستيك فندرز اللي موجودين حوالي التاير حتى تو بروتكت لما تروحوا اوف رود، مع مارش من تحت كمان بلاستيك عشان كمان قلنا البروتكشن لما نروح على الاوف رود. بنشوف في عندنا هون المرايا تحتوي على ال اي دي لايت للسيفتي اكثر عند القياده الجانبيه. طبعا السياره الديزاين تبعها فيها ايروداينامكس عالي. بنشوف عندنا هون الكروم اللي موجود حوالي الشبابيك، مع روف راك موجود فوق، هيدا لحتى اذا بدكم تطلعوا رحلات او اذا بدكم تروحوا اوف رود فيكم تستعملوه لحتى تحطوا الاغراض من الاعلى. بشكل عام بنشوف السياره الديزاين تبعها انسيابي. طبعا بدنا نحكي عن شغله، انه السياره اللي معنا هي اليوم جي ال سي الاس يو في. في فئه ثانيه من الجي ال سي اللي هي الكوب، اللي معظمها بتكون هاي بيرفورمانس مور سبورتي، تعتبر هي للاي ام جي كيت كمان موجود عليها. نحن اليوم اللي معنا هي مجرد الجي ال سي الاس يو في اللي هي تصلح اكثر مثل ما حكينا اول الحلقه لناس بدهم يروحوا لعدة استعمالات، اس يو في بحتة، بدك تروح اوف رود، بدك تروح اون رود، بدك تروح على الشغل، شباب، بنات، عائلة صغيرة، فهي السيارة مناسبة لهم. أما الكوب فهي تعتبر أكثر رياضية وأكثر لاستعمال البرفورمانس أو الهاي سبيد. ننتقل للخلف، الجي ال سي 200 من الخلف
ديزاين جدا رائع، ديزاين عصري وشبابي. بنلاحظ عندنا اللمبات الخلفيه مكونه من LED داير من دار بشكل سكوير، مع الاشاره اللي جوا كمان LED واضاءه الرجوع للخلف. كمان بنشوف معنا الجي ال سي 200 بادج اللي موجود هون بشكل حلو وكروم وانيق. عندنا اللوجو المرسيدس، وعندنا الفورماتيك بادج اللي هو طبعا اللي بيعني انه السياره اول ويل درايف، واللي هذا سيستم خصوصي لمرسيدس بنز تعتمدوا على كل الاول ويل درايف او الفور ويل درايف كارز اللي عندهم. بنشوف من الاسفل عندنا البامبر من تحت موجود عليه الحساسات الخلفية، طبعا هدول موصولين مع الرير كاميرا اللي موجودة على السيارة. بنشوف في عندنا كمان من على الديفيوزر من تحت في عندنا كروم مع الإكزوست بايب كروم بشكل كتير حلو، بشكل كتير متناسق مع ديزاين السيارة، وكمان متناسق مع ديزاين السيارة من الأمام. ننتقل لنشوف الشنطة الداخلية للسيارة. طبعا تفتح بشكل مانيول. عندنا هاي الشنطة، في عندنا كفر هون لتو بروتكت الاغراض اللي موجودة بقلب السيارة. نحن طبعا حطينا شنط لنفرجيكم قديش واسعة السيارة. السيارة من الخلف الكارغو سبيس اللي موجود فيها بيساع حوالي تقريبا 550 لتر الفوليوم عم نحكي، واللي هو يعادل البي ام دبليو اكس 3 نفس الحجم لدى بي ام دبليو الاكس 3، واللي هي منافسه هاي السياره طبعا. فهيدا الشنطه من الخلف واسعه جدا، طبعا اذا قدمنا السيت بعد اللي قدام حتكبر عندنا المساحه وتصير كمان اكبر وفيكم تحطوا اغراض اكثر. ننتقل للمحرك. طبعا الجي ال سي 200 اربع سلندر توربو شارج 2.0 لتر، بتعطينا 194 هورس باور و 320 نيوتن متر من التورك. طبعا هذا التورك اللي هو نحن بحاجه له لهيك سياره في حال بدنا نروح على اماكن وعره او أفراد. ننتقل للداخل. طبعا اول شيء نبلش فيه هو تشغيل السياره، هيك بيتم تشغيل السياره، يعطينا امبيانس كثير حلو هلا بنحكي عنه بعد شوي. بنبلش بالستيرنج ويل، بنشوف عندنا مغطى بالليذر مع الستيتشز الموجوده هون. طبعا الستيرنج ويل مؤلف من جزئين، جزء تحكم للشاشه اليمين من ميله اليمين، وجزء تحكم للشاشه اليسار من ميله اليسار، وهذا سبق وحكينا عنه بالاي كلاس عن انه هذا النظام اللي عم تعتمده مرسيدس بنز. الستيرنج ويل كمان مؤلف من الشيفت تبع الجير بوكس بلس ماينس موجود بالخلف، عليه تاتشات الكروم اللي موجودة مع لوجو المرسيدس. بنشوف عندنا الداشبورد كمان مغطى بالليذر مع الستيتشز اللي موجودة عليه، بتتوسطوا الشاشة 7 انش واللي فيها جميع التحكم لأنظمة السيارة. تحت منا بنشوف فتحات التكييف دائرية واللي كتير حلوة جذابة مع تاتشات الكروم اللي موجودة عليها، مع كونسول الاي سي اللي بيتم التحكم بالاي سي بكل الفيتشرز اللي موجوده فيه، موجوده هون بالنص، مع كمان تاتشات الكروم والبلاك جلوسي اللي موجود عليه الكونسول. هون في عندنا كاب هولدر تفتح بهالطريقه هاي جدا ناعمه وسلسه. عندنا الماوس والهوم المين منيو كله بيتم التحكم فيه من الوسط من هون، مع الاوديو فوليوم، مع تشغيل وتسكير النظام الصوت، الباركينج سيستم، الاوتو ستارت او اذا بدنا الاوتو هولد ستارت موجود هون. هذا الدايناميك بطن موجود هون اللي هو درايف مود، بنشوف كيف فيك تتحكم فيه هلا بنجربه لما نسوق السياره. كومفورت، سبورت، الايكو، كل هالامور هاي. هون بالنص في عندنا كمان كاب هولدر او اذا بدنا حجم لتخزين الاغراض او مطرح لتخزين الاغراض بشكل كبير اللي بيفتح بهي الطريقه من الوسط. داير من دار موجود عندنا اللايتنج اللي موجود هلا بنحكي عنه. هون الشاشه بنشوف في عندنا
عدة أمور تتحكم فيها، الراديو، الميديا، الكومفورت، الأمبيانس تبع اللايتنج. هون تتحكم باللايتنج. هلا بنفرجيكم بعض المناظر بالتصوير الليلي لتشوفوا قديش حلو هذا الشيء. بنفرجيكم عليه بعد لما يصير مناسب. هلا بنيجي لتجربة السيارة جي ال سي 200. طبعا بدنا أول شيء نحكي عن موضوع الجير. الجير اللي موجود على الجي ال سي 200 هو جي ترونيك، مكون من 9 سرعات 9 سبيد. كمان السيارة هي اول ويل درايف فول تايم، فيكم تروحوا فيها على الأماكن الوعرة، على الأوفرود، على البيتش، كل هالأمور هاي. تعتبر الجي ال سي 200 من السيارات الاس يو في اللي هن استهلاك الوقود تبعهم جيد جدا، حيث انه السياره بتمشينا بال100 كيلو بتصرف 5 لتر، يعني عم نحكي نحن بال20 كيلومتر لمقابل لتر بنزين واحد، وهذا شيء جيد جدا مقارنه للسياره انه هي اس يو في اول ويل درايف، والسياره منها كمان حجمها او وزنها منه صغير، فلذلك تعتبر انه هي مثل ما حكينا انه سياره اس يو في اقتصاديه من ناحيه مصروف البنزين. خلينا نحكيكم عن موضوع الدايناميك مود اللي موجود بالسياره او الدرايفنج مود اللي موجود بالسياره. فينا نختار عبر الزر اللي موجود هون بالكونسول كيفيه الطريقه اللي انت بتحب او انت بتحب تمشوا فيها. في عندك الايكونوميك، في الكومفورت ويعطيك سلاسة أكثر عند القيادة، في سبورت وفي سبورت بلس، يعني حتى في عندك نوعين أو تو فيرجن من السبورت اللي موجود بالسيارة لأداء أعلى طبعا. وفي انديفيدجوال، الانديفيدجوال هو المود اللي أنت بتختاره أو بتعمل السيت اب اللي أنت بدك إياه حسب أنت كيف بتحب تسوق. فخلينا نجرب شوي السبورت بلس. طبعا السيارة بتحول اوتوماتيكيا كل الكونفجريشن تبعها، السيت اب كلها بيتغير. حنجربها هلا هون. حطينا السبورت بلس مع المانيوال جير، مع عم نتحكم فيه عن طريق الدركسيون اللي موجود. شوف تسارع السيارة. طبعا السيارة فيها مثل ما حكينا 9 سبيد، يعني هلا انا ماشي على سرعة 120. كمان هون بنلاحظ سرعة او عزل الصوت اللي موجود بالسيارة واللي هو جيد جدا. هون لازم نضطر نخفف شوي. واو، سيارة رائعة جدا من ناحية الستابيليتي، من ناحية الجير بوكس، الجير بوكس شيفتينج، وصوت الانجن. يعني نحن عم نحكي اليوم اربع سلندر السيارة 2.0 توربو تشارج طبعا، بس عندها بيرفورمانس عالي مثل ما حكينا قبل انه 194 هورس باور. والاهم شيء بهاي السياره هو التورك، في عندنا 320 نيوتن متر، وهذا اللي بتعوزه اكثر شيء عند التسارع. وحتى لما نروح بالسياره اوف رود السياره فيها تورك عالي جدا. بالنسبه لموضوع السيفتي، السياره بتتمتع بكل زاويه بالسياره فيها ايرباج، حتى في السياره فيها ني ايرباج، في عندنا ايرباج سراوندد وين ما كان موجود بالسيارة. عندنا على الكولمز هون، عندنا على السايدز تحت بالني، بالدركسيون من الامام. السيارة تتمتع بموضوع السيفتي، طبعا مثل ما بنعرف تراكشن كنترول موجود فيها. في عندنا ديسترونيك اللي هو نظام خصيصا لمرسيدس بنز بتعتمده اللي هو الادابتف كروز كنترول، التنبيه السائق عند القيادة. في عنا كمان الباركينج اسيست وكل الامور. هلا الجي ال سي 200 مش ممكن، يعني او ممكن ما فيها كل المواصفات اللي موجوده بغير سيارات، غير سيارات عم نحكي الجي ال سي 300 او الاي ام جي او وات ايفر. فبالنسبه لناحيه من ناحيه السيفتي فيها الامور الستاندرد اللي موجوده بكل سيارات مرسيدس، وطبعا سيفتي فيرست موجود. هلا نحن عم نحكي اشتغل معنا الام بي يو اكس اللي اوريدي حكينا عنه، اللي هو النظام اللي موجود بمرسيدس اللي هي عم تعتمده بكل موديلاتها.
اللي هو Mercedes-Benz User Experience. حكينا عنه كمان بحلقتنا السابقة بالA-Class 200 اللي هي مثل ما شايفين مثلا مجرد ما تجيب سيرة مرسيدس دغري بتعمل تفاعل معك اللي هي مثل ما قلنا Mercedes-Benz User Experience اللي هي تفاعل وتناغم ما بين السائق والسيارة بكل الأمور اللي هو بده إياها من ناحية الفيتشرز اللي موجودة بالسيارة من ناحية النافيجيشن من ناحية التليفون كل الأمور. فراح نعطيكم مثال مثلا هلا أقول هاي مرسيدس راديو أب ما أخذت الكوماند اللي موجود بس أنا حأرجع إلا هاي مرسيدس temperature up 25 degrees on the driver's side. شايفين؟ هذا هو اللي عم نحكي عنه التفاعل ما بين الدرايفر والسيارة. أعزائنا المشاهدين هاي كانت حلقتنا عن الجي ال سي 200. ما تنسوا تعملوا لنا شير وفولو وسبسكرايب للشانل تبعنا. ثانك يو لكم، نتشرف دائما بحضوركم لحلقاتنا وعلى أمل أنه نلتقي قريباً بحلقة جديدة وسيارة جديدة. تشير.